عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ما تشيلش هم الأحداث، شيل هم أفعالك. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللي جاي حلو لو أنت كويس، شد حيلك، اجتهد، خد بالأسباب، ما تأذيش حد ولا تظلم حد. فشيل هم أفعالك، ما تشيلش هم أقدار وألطاف ربنا. هم المجهول ده أول ضغط نفسي بيبقى كابس على نفس الشخص اللي عنده توقع للأسوأ.